أهلا بكم. أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانا شديد اللهجة تدين بواسطته الأسلوب الذي تنهجه بعض الجهات ضد الحزب قصد إضعافه وإقصاء بعض رموزه من حقهم في الترشح والتصويت، معتبرة أن ذلك يمس بأحد أهم حقوق المواطنة الدستورية. وأضاف البيان أنها تلقت باستغراب واندهاش كبيرين خبر عملية التشطيب من اللوائح الانتخابية العامة على مجموعة من مناضلي الحزب في الرباط، من بينهم قيادات وطنية ومسؤولون جماعيون وأعضاء مجالس منتخبة، مدعية أن التشطيبات لم تشمل الكثير من المنتسبين إلى هيئات سياسية أخرى يوجدون في نفس الوضعية، مما يعطي هذه العملية طابع الانتقائية والاستهداف. السؤال: هل نسي مهندس بيان البي جي دي أن عمليات التشطيب همت حوالي 15,000 شخص بالرباط وحدها لوجود موانع تحول دون إبقائهم مسجلين في قوائم انتخابية لا يقيمون بها ولم تعد تربطهم بها أي صلة قانونية؟ وفي المقابل وبعيدا عن تلك الزوابع التي دأب البي جي ديون على إطارتها قبل الانتخابات، وكلما همت الانتخابات وكلما تضررت مصالحهم كما هو الحال بالنسبة للقاسم الانتخابي الذي حسمت في أمره المحكمة الدستورية، تم تعميم توضيح للمديرية العامة لشؤون الداخلية على وسائل الإعلام لدحض ما قيل عن تشطيبات تعسفية وشطط في استعمال السلطة، والتأكيد على أن السلطات التابعة للوزارة الوصية ليست سوى عضوا ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة التي أوكل إليها المشروع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية. وعليه فإنه استنادا لأحكام القانون قامت اللجنة الإدارية بحذف اسم حامي الدين على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعملة الرباط منذ مدة طويلة كافية لنقل قيده، وأن عملية التشطيب تمت على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة بما فيها ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال الرياض المنتمي لذات الحزب، وأن حذف اسم عبد الصمد السكال جاء اعتمادا على حكم قضائي إثر مذكرة طعن تقدم بها أحد الناخبين لكون المعني بالأمر يقيم هو الآخر خارج نفوذ العمالة، وهو ما يعني أن اللجان الإدارية لم تقم إلا بتطبيق أحكام قضائية نافذة تقتضي الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع أفرادا ومؤسسات. إن لجوء البي جي دي وحزب العدالة والتنمية إلى خطاب المظلومية والاستهداف ونظرية المؤامرة باتت قناعة راسخة وسلاحا قويا لديه في خوض المعارك الانتخابية، إذ أنه لا يملك من حيلة لتشتيت الانتباه عن تدبيره الكارثي وبؤس حصيلته عاد الاختباء خلف نشر الأضاليل وافتعال الصراعات الوهمية، ولا يمكن له التخلي عن هذه الأساليب المقيسة إلا إذا تحرر المواطنون من قيود العزوف على الانتخابات ومقاطعتها، وحرصوا على إعمال العقل في التعبير الحر عن إرادتهم واختيار ممثليهم بكل موضوعية دون الخضوع لأي تأثيرات دينية أو مالية. المشاهدين، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.